أرسل لكم الصورة من قلب مخيم جباليا. نحن الآن في مفترق لترانس في مخيم جباليا، وهذا هو المشهد، وهذا هو المشهد الآن في مخيم جباليا في مفترق لترانس. العشرات من الشهداء الذين تم نقلهم والذين سيتم نقلهم. الله أكبر. فاجع المصاب جلل في مخيم جباليا مفترق لترانس تحديدا. Come on!